صباح الفل. معلش ناخد الموضوع وهو السخن كده، لان حضرتك كنت موجود امبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن محمود الخطيب، وما طرح كان قدامك والكواليس برضو حضرتك اكيد على درايه بيها، فممكن نبدا من النقطه دي. ممكن يعني الحقيقه كان يعني قناه الاهلي غطت احنا غطينا المؤتمر تغطيه كامله طبعا. تغطيه كامله، ومعظم القنوات غطت بعد كده في النشرات والحاجات دي، وكان مهم جدا هذا المؤتمر. وكان كلامه يعني ان هو بيقول احنا، لانه اعلن قبل كده مجلس اداره النادي ان في مؤتمر سواء احنا كسبنا او ما كسبناش. مظبوط. وفعلا كان على الوعد، وحضروا اعضاء مجلس الاداره وحضروا لفيف كبير من جميع القنوات التلفزيونية سواء محلية أو خارجية أو إعلامية أو الصحافة، يعني كان فعلا مؤتمر دسم بمعنى أصح. وفي رد على كل الأمور، كل حاجة هو كانت مترتبة، صوت وصورة وكلمة. هي. يعني هو بيتكلم وشاشة مينيتور عندك قدام الناس شايفة، بتشوف على الطبيعة، بيقول جواب يطلع الجواب، بيقول رسالة تطلع الرسالة، بيقول صورة تطلع الصورة، فكان كل الحاجات دي واضحة. كان مهم جدا ان هو الحقائق تكون يعني الحقيقه على ارض الواقع، ما يبقاش كلام مرسل او كلام في المطلق او كلام بدون اسانيد، حتى يبرهن للناس ويبرهن للساده، طبعا الساده الاعلاميين، ان بينقلوا للساده المشاهدين او القارئين او المستمعين او اي واحد بيهمه هذا الموضوع. فالحقيقه فنت كل الامور بدايه من اول يوم حتى اخر يوم، وفي النهاية وضع رسائل لجهات مختلفة، رسائل للاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي، ورسائل للعيبة، رسائل للجمهور، رسائل لكل من ساعد في مشكلة النادي الأهلي، وقف معاه من الدولة، يعني من كل جوانب الدولة، سواء الناحية الأمنية أو نقول مثلا وزارة الشباب، كل دولة قدر يدي لكل واحد ماذا قدم في هذه المشكلة اللي هي كانت موجودة في النادي الأهلي. وأهم حاجة إن هو أول كلامه بدأ تهنئة نادي الوداد بحصوله على اللقب. دي كانت حاجة فيها رقي واحترام وتقدير، إن هو يقدم لنادي، أول كلمة كانت موجودة تهنئة نادي الوداد. إذا نادي الوداد ليس طرف، أكيد، وأكدنا ولا المغرب، ولا يعني المغرب، وبالتالي المغرب مش طرف. الطرف هو الاتحاد الإفريقي، وكان